خلينا نتكلم مع حضراتكم اكتر عن ماذا يحدث في السياحه المصريه واستقبالنا ل يعني مشاهير العالم في مصر. معانا على التليفون استاذ عمرو القاضي رئيس هيئه تنشيط السياحه. مساء الخير على حضرتك. ويعني كل الدنيا ملاحظه مساله انتعاش الحركه السياحيه في مصر الايام دي، وبنتكلم حتى عن تنوع الحركه السياحيه ما بين السياحه الشاطئيه للسياحه الاثريه للسياحه العلاجيه والسياحه الدينيه ايضا. فيعني لو حضرتك تحدثنا عن مساله استقبال كمان مشاهير العالم في مصر والتسويق والترويج من خلال هذا للسياحه المصريه. مساء الخير، واشكر حضرتك على الاستضافه، واشكر حضرتك على التقديم، لانه طبعا الحمد لله السياحه فعلا في مصر في هذه الفترة ومن عام تقريبا واحنا بنشهد تعافي كامل من اثار الكورونا ومن اثار الحرب الروسية الاوكرانية ومن اثار كل ده على الوضع الاقتصادي العالمي. لكن الحمد لله مصر قدرت بكل الجهود اللي بتبذلها كل اجهزة الدولة وكل مؤسسات القطاع السياحي في القطاع الخاص والفنادق والشركات. الحقيقة الكل يعني قدم منظومة ممتازة أدت إلى عودة السياحة المصرية إلى معدلاتها الطبيعية ما قبل جائحة كورونا. وعندنا إن شاء الله مستهدف في السنة دي إن احنا نعود لنكون هذا العام أعلى عام في تاريخ السياحة المصرية إن شاء الله. زي ما حضرتك قلتي، النقطة اللي حضرتك أشرت إليها بشكل كبير صحيحة جدا، وهو تنوع بنسميها المنتجات. المنتجات السياحية الموجودة في مصر اللي بتنعم وتتمتع بها مصر، السياحة الثقافية، السياحة الشاطئية، سياحة العائلات، سياحة المغامرات وأنواع أخرى كثيرة. إحنا استراتيجيتنا في وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة هي بالتركيز على الأنواع الأربعة اللي قلتهم في الأول، السياحة الثقافية والعائلية والشاطئية وسياحة المغامرات. وحقيقة إنه هذا هو السوق الأكبر من حجم السياحة العالمية، وبالتالي مصر لديها ميزات تنافسية تستطيع أن هي تنافس في الأسواق الدولية. والحمد لله ما يتحقق على الأرض النهاردة من تدفقات سياحية يخلينا نتطلع إلى مزيد من النمو في الأعوام القادمة. صحيح. استاذ عمرو، عايز اكلمك عن مساله ان وجود المشاهير وازاي احنا بنسوق لوجودهم وازاي بيكون البرنامج. يعني لما جوارديولا يكون موجود، وهل هو مثلا اول مره يزور مصر، وازاي بنظبط البرنامج بتاعه، وازاي كمان ده بيفرق معانا بوجوده، لانه لما بيكون في مشاهير وحضرتك عارف دلوقتي كل الناس بتتابع على السوشيال ميديا، ده بيأثر ازاي معانا؟ طبعا زياره المشاهير هي تحقق دعايه مجانيه ودعاية قوية وليها مصداقية كبيرة جدا عند ملايين من المتابعين لكل المشاهير في كافة المجالات في الرياضة والفن وخلافه. وإحنا على تواصل مع شركات السياحة المصرية والعالمية في كل الأنشطة اللي بيقوموا بيها، وبالتالي لما بيكون في حد، لازم بس أقول جملة اعتراضية في الأول، إنه زيارة مصر هي واحدة من الزيارات الأساسية لمعظم سكان العالم، إنه لازم يسافر يزور مصر مرة في حياته. صحيح. على الأقل. صحيح. ده بالأبحاث على فكرة، دي مش إحنا مش حتى لما بالزيارة. بنسافر بره بتبقى الكلمة العادية إنه الناس بتقول لنا أنا نفسي أروح مصر، لكن هنا بنلاقي أحيانا إنه بيبقى في ناس عندها صورة مغلوطة، ما عندهاش حتى المعلومة الكافية. وده يا أستاذ عمرو فرق كتير في مسألة المؤتمرات السياحية اللي تم عقدها برا، سواء برلين سواء دبي، في التسويق السياحي. وعايز أسأل حضرتك بالتحديد، هل إحنا بنتواصل مع الفيجرز والمشاهير ومثلا المؤثرين على السوشيال ميديا لما بنعرف إنهم جايين مصر، ولا بتكون دعوة موجهة من عندنا؟ بيعتمد على حسب، يعني بعضهم بيبقوا هم جايين وبعضهم بيبقى بتنسيق مسبق. مع في كل الأحوال بيبقى عن طريق طبعا كل ما واحد من دول أو كل شخصية من هؤلاء لديهم مدير أعمال، سواء كان من الفنانين أو الرياضيين أو المؤثرين إلى آخره، وبالتالي بيحصل تعاون والتواصل مع مدير أعمالهم ومع وكلائهم السياحيين، وبنقوم بالتنسيقات اللازمة.
عايز بس اقول هنا في حته استضافه المشاهير، انه كتير منهم بيبقى جاي لمصر بغرض الاجازه والاسترخاء والاستمتاع، وخاصه مع عائلاتهم، وبالتالي بيبقوا طالبين مساحه كبيره من الخصوصيه. بيبقوا طالبين مننا ان احنا نبعدهم عن يعني التعرض ل يعني مثلا معجبين مش عارف للقاءات الصحفيه الاعلاميه الى اخره، عايز يركز في اجازته. وبالتالي الصور اللي حضرتك شايفاها دي طبعا بعد استئذانه، يعني ما بنعملش اي حاجه من غير أكيد. ما ناخد اذنه او اذن المشاهير. يعني هنا هتلاقي الصور هم لوحدهم بيستمتعوا بالخصوصيه بتاعتهم، هو ده اللي احنا بنحاول نعمله. وللاجابه على سؤال حضرتك، طب ايه البرنامج السياحي اللي بنعمله؟ بيبقى على حسب الجدول الزمن، اللي هو الناس دي برضو عندها زيارات في كل حته في العالم وجدول مشغول على الاخر، فبنشوف المساحه الزمنيه المتاحه وبنوفر له بقى الجدول، اسف، البرنامج السياحي المناسب لاهتماماته والمناسب لاهتماماتنا احنا كمان كهيئه تنشيط. عايزين نركز الترويج السياحي على اي منطقه، وبالتعاون طبعا مع شركات السياحه بقى اللي بتبقى هي اللي بتقوم بالتنفيذ. احنا بنقدم لهم الدعم اللوجستي، عمليه استضافه، بنتحمل بعض من التكاليف، بعض من التصاريح، طبعا التصاريح الدخول الاماكن الاثريه تبع الوزاره، المتاحف، وبعض طبعا الهدايا زي ما بنشوف، واي مساعده اخرى بنقدر نعملها، بنتحمل تكاليف بعض الرحلات لبعض المشاهير. طب استاذ عمرو جوارديولا هيروح الساحل الشمالي او هيزور احد الشواطئ في مصر، ولا دي مش في البلان؟ لا للاسف، هو طبعا البلان لانه برضه انا ادعي ان شواطئنا وبالتحديد العلمين الجديده واللي حصل في العلمين الجديده لازم يكون محطوط على اي خطه سياحيه، وخصوصا واحنا في الصيف. يعني هو ده مظبوط جدا طبعا، لكن هو بص لها بقى من ناحيه ثانيه، ان هو جاي القاهره ورايح بعد كده الاقصر واسوان وابو سمبل في شهر يونيو. يعني احنا في شهر يونيو في درجه الحراره المرتفعه، هو رايح، ده معناه ان الحمد لله قبل كده كان الموسم السياحي شتوي هناك، بيتوقف في الصيف هناك. النهارده لا، ابتدى يبقى فيه يعني حركه متزايده شويه في فصل الصيف، وده يساعد اهلنا كتير جدا في الاقصر واسوان. وطبعا الاثار العظيمه اللي موجوده هناك حاجه يعني مبهره جدا، وتساعد على الترويج لمصر ككل. للاسف ما عندوش وقت انه يروح لا للساحل الشمالي ولا للبحر الاحمر. يمكن المره الجايه يبقى في سبب تاني ان احنا نعزمه في فتره الشتاء بقى ان شاء الله، في توقف من التوقفات الدوريات والبطولات بتاعته. بكل تأكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، شكرا جزيلا على جهدك وجهد كل حد بيشتغل في السياحة، شكرا جزيلا حتى لسواق التاكسي اللي بيوصل السائح من غير ما يضايقه ولا يعني يستقبله بأحسن صورة. والناس بقت واعية جدا لده، بقت واعية أنه جزء كبير من اقتصادنا في السياحة. فالحقيقة أنه أنا بقيت بشوف أنا وغيري الحقيقة، والناس كمان بتتكلم عن الإيجابيات، لأنه إحنا كفايه كلام عن سلبيات، احنا عايزين نشوف الايجابيات ونشتغل عليها. هيفرق معانا ازاي وجود السائح ده؟ هو لما يمشي هيقول ايه في بلده، فازاي نعامله من اول ما يوصل في المطار لحد ما يمشي، لانه دي يعني نقطه مهمه جدا وفارقه، والناس بترجع بلدها فعلا تحكي عن زيارتها لمصر. يا رب دايما بلدنا امن وامان، ودايما نفخر بوجودنا فيها وباستقبالنا لضيوفنا من العالم كله.